بالنسبة للفكرة بدأت بفكرة الجمعية، لأنه احنا كجمعية درنا فكرة تاع تحدي قراءة والنادي الأدبي بحكم التخصص تاعي اللي شجعني كمكتبي في التخصص علم المكتبات والتوثيق، شجعني باه نزيد نمد أكثر في هذا الموضوع. والخلاصة كانت هذا النادي الأدبي في المركب الرياضي. لقينا هذا النادي مكسب بزاف مليح ويأثر بالإيجاب على المنطقة، وراح نفوت الوقت فيه كما نقولوا، ما نضيعوش الأوقات تاعنا في أمور ماهيش مليحة. نحن كقطاع الثقافة أبينا أن نشجع هذه المبادرة بتقديم حصة من الكتب لفائدة الشباب، وهدفنا يعني مهما كان تطور التكنولوجي إلا أن الكتاب يبقى دائما الصديق الوفي للإنسان ولكل محبي وعشاق القراءة.